قولي يا سيادة النائب، يعني نقطة أخيرة بس بخصوص الأجواء، يعني كده بشكل عام نقدر نقول الأجواء كانت طيبة في اللجنة النهاردة ما بين السادة النواب أعضاء اللجنة وما بين الوزير، على الرغم إن إحنا سامعين إن في حملة لجمع التوقعات لسحب الثقة من وزير التموين، يعني الكلام ده كان مأثر على اللقاء النهاردة ولا لأ؟ أنتوا على فكرة الإعلام ده يعني بقى حاجة، بقى جهر القضية أقوى حاجة من صعبة. حاجة صعبة لا جدا. العفو. لا الحقيقة، لا طبعا الأجواء كانت طبيعية جدا، الناس بتسأل وبتستفسر وبتوضح عشان للصالح العام، لأن احنا يعني بغض النظر عن ما ده موضوع وده موضوع، فالحقيقة كان راجل يعني ما اقدرش اقول غير ان هو كان متجاوب، وراجل رد على كل استفساراته والاستراتيجيات اللي ممكن في الفترة القادمة يعني. تمام، شكرا يا سيادة النائب. شكرا سيادة النائب عبد الحميد دمرداش، وكيل لجنة الزراعة بالمجلس.